طيب احنا النهارده هنقول عملنا قبل كده سويس رول حلو، عايزين نعمل سويس رول حادق، بس النهارده هقول لحضراتكم على طريقه ممكن تبقى اسهل، لانه في مقادير للسويس رول كتير جدا قد نختلف او نتفق عليها، بتفرق في عدد كوبايات الدقيق، في عدد كميه البيض، في بيوصل لـ8 بيضات فبيفصلوا البياض عن الصفار، وبنبدا يبقى في شغل كتير. الحقيقه احنا هنقول الطريقه الاسهل اللي بتستخدم كتير جدا، ودي محدش قالها فعلا غير عندنا بجد والله، هتستخدم بالسبونج، بالدقيق السبونج اللي بيتباع الجاهز. ده المربع ده ب250 جرام سبونج، هنقول عليه الاضافات بتاعته ايه، لكن لو عايزين تضاعفوا الكميه وتطلعوا 2 زي ما احنا عملنا هيبقى نص كيلو من دي السبونج الجاهز، بيتباع الجاهز. وانتظروا حلقه مميزه جدا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، في منين هتشتروا كل خامات الحلواني، ومنين اماكن تانية غير اللي موجوده في العتبه اقرب تخدم الناس اللي في اكتوبر، تخدم الناس اللي في الهرم وفيصل ومنطقه الجيزه كمان. طيب انا النهارده هقول المقادير بتاعه السويس رول، وهنعمله حادق مش هنعمله حلو. خلينا نشوف حاجه جديده نقدمها في المناسبات بتاعتنا، اعياد الميلاد او حتى تكون بالليل بنقدمها، في ناس تحب تقدم ساليزونات وكنابيهات وحركات مع الجاتوهات، فاحنا ممكن قوي نعمل ده ويبقى حاجه بايدينا. عندي سويس رول الحادق للعجينه 250 جرام من الاسبونج الجاهز، هو بيبقى فيه محسن منه فيه، لكن ويبقى مكتوب على الكيس، طبعا حضراتكم هتبقوا شايفين مكتوب على الكيس هتعملوا بيه ايه. هنحط عليهم 4 بيضات، نص كوبايه من الميه، معلقه من السكر، ملح وفلفل وزعتر، دول عشان احنا عاملاه حادق، وممكن نضيف معلقه خل علشان نحاول نكسر الطعم اللي موجود في الاسبونج الجاهز، لانه عاده بيستخدم في الحلو اكتر، لكن نقدر كمان نحوله ده، وهو هنا على فكره طعمه حلو، انا دقت منه حته لطيف يعني، طعمه مقبول، وكمان لما هنحشيه بقى بكريمه تشيز وحركات هنقول بقى الحشو ايه. عندي اما تركي اما لانشون، جبن زي ما انتم عايزين، جبنه كريمي، تشيدر، زيتون، انواع اخضر اسود، فلفل الوان، جزر مبشور، طماطم تشيري، اي حاجه بقى انتوا حابين تحشوه بيها دي ترجع لكم. هنقول دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه. انا طبعا جهزت العجينه او الاسبونج ده بيتحط عليه البيكنج باودر، عليه البيض، بيبقى كل المكونات فوق بعض، عارفين زي فكره الاسبونج لما بنشتريه حتى احنا بنحط معاه مثبت، بيبقى جل كده صغير بيتباع، معلقه صغيره بتحط مع الاسبونج الحلو، لما اكون عايز اعمل كيك سبونج احشي تورته بحط معاها معلقه، ما بقاش زي زمان ان احنا نضرب الاول نعمله ستبس كده وخطوات لحد ما يبقى فومي، وبعدين نبدا نضيف الدقيق شويه شويه بالايد، ويطلع بصوا ملمسه، بصوا جميل ازاي، طري جدا 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 وسهل جدا، ويعمل معاكم كميه حلوه او صاج كبير زي ما انتم شايفين. فخلينا نستخدمه وانا الحقيقه مش عايزه بقى اخد الخطوه، احنا ضربناه قبل كده ان هو الاسبونج هيتحط في العجان، عليه البيض، عليه البيكنج باودر، عليه نص كوبايه الميه، وعليه الملح والفلفل والزعتر، ضربناه هيتصب في الصاج ويدخل الفرن بارتفاع على الاقل نص سنتي او 3/4 سنتي فقط لا غير، وبعدين يستوي، هياخد حوالي 9 دقائق 10 دقائق بالكتير، مش المفروض ان انا استنى عليه لما يستوي بنسبه كبيره واطلعه واحطه على ورق زبده، انا سايباه زي ما هو كده، وانا هلفه وهرله مع حضراتكم. بصوا حتى الفواصل بينهم ورق زبده، وطبعا هيترل على الناحيه الثانيه، وهو موفر جدا في حته ان احنا ما نستخدمش كميه بيض كتير جدا علشان نعمل السويس رول. خليني بقى كده اجيب ايه ورقه زبده ثانيه، ممكن افردها هنا واحط عليه لاني هقلبه. بسم الله، احط هنا وهنبدا نعمل الحشوات. هاخد بس كده ومعانا مريوم، صباح الفل. يا صباح الفل يا حبيبه قلبي وحشتيني جدا، وانت كمان والله كلكم وحشتيني والله. عامله ايه مريومتي الجميله؟ احمد الله الحمد لله على كل حال يا حبيبتي. يا رب دايما يا حبيبه قلبي، تسلمي يا رب. خليك يا حبيبه قلبي يا رب. كل سنه وانت طيبه مريومتي. وانت طيبه وكلكم طيبين. معلش انا والله كنت مقصره معاك، ولا عشان كنت بنزل الصبح على طول يعني وكده، دلوقتي قعدت خلاص بقى يا عظيم. ويا روحي ربنا يديك الصحه والعافيه، ده من حسن حظنا عشان نسمع صوتك الحلو ده.
الله يخليك يا حبيبتي قلبي. حبيبتي الله يخليك يا رب، والله ما تحرمش منكم كلكم يا رب. يا روحي ولا منك والله يا جميله. الله يخليك يا حبيبتي قلبي، كلكم كلكم كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. تسلم ايديكي وعينك يا حبيبتي على كل اللي بتعمليه. تسلمي يا روحي، تسلمي حبيبه قلبي. ويعني نورتيني واسعدتيني بمكالمتك الحلوه دي حبيبتي مريومه، والله ميرسي على مداخلتك وسؤالك علينا حبيبه قلبي بجد والله. ميرسي وتحيه لكل مريم ولاسرتها ولكل اصدقائنا وحبايبنا حبايبنا، وطبعا كل سنه بقى ومدام سميره وام جوزيف ومدام روحيه وكل اصدقائنا حبايبنا اللي بيحتفلوا النهارده. طبعا خليني بس ايه، انا دلوقتي بعمل الحشو الخاص بالجبن، فعندي جبنه كريمي كوبايات عادي جدا. ممكن اجيب اللبنه، اللبنه ممكن تتحط وتدفع سواء عاملينها من الزبادي او عندنا جبنه قريش، عندنا جبنه كريمي احنا عاملينها في البيت اللي هي، او جبنه ملح خفيف او جبنه العلب اللي يعجبكم. بس خلينا ما نحطش حاجات حادقه قوي علشان يعني ايه نخفها، يعني لو الجبنه حتى فيها نسبه ملح زياده خلينا نخفها بحاجات تانيه لطيفه تكون ما فيهاش نسبه ملح عاليه. انا هحط هنا كنت محتاجه بس شويه مثلا بابريكا وشويه بابريكا كده حماده، الون ممكن الجبنه دي تبقى شويه كده اورانج حلوه، وهعمل كده. وممكن احط بقى في الحشو ده، تسلم ايديك يا قمر، هاخد بقى شويه الباقيين دول من الجبنه الكريمي عشان تبقى الدنيا لطيفه معايا. دي الجبنه الكوبايات، الجبنه الكريمي دي ممكن تبقى لبنه ممكن تبقى جبنه قريش اي انواع حابينها مفيش مشكله خالص. هنعمل ميكس منها، انا عايزه افرشها تبقى هي دي البيزك الاساس بتاعي خلاص. وهاخد كده شويه من البابريكا عايزاها تبقى لونها بينك شويه او احمر شويه اهو تغيير. ودي بابريكا مدخنه كده، يبقى احنا اتفقنا الاسبونج الجاهز هو هو اللي بنستخدمه، هنعمل منه السويس رول مفيش مشكلة أبدا عادي جدا. طبعا طعم البابريكا بيدي كده طعم مدخن حلو. ممكن نحط فيها برضو زيتون، هنحط دلوقتي في الحشو اللي احنا عايزينه، وهنجمل برضو بره بشوية. خليني بقى اخد كده شوية هنا كده، تنفع في المناسبات جدا، حبة حلوين. وبعدين الحاجات دي نشتريها بره برضو بتبقى غالية، يعني مش رخيصة. الطبق صغير بيبقى عامل تقريبا اقل طبق شوفته، يعني مش كله بيبقى عليه اجبان، بيبقى داخل معاه ساعات كده ميني بيتزا وحركات، يعني ما بتبقاش برضو مخدومة زي البيت قوي. عندكم؟ طب استنوا بس لما اجي ارول ده وابدا ازين خلاص، عشان عايزه بس كميه الجبنه تبقى. هعمل واحد هنا على الحشو جوه، لان انا بره هغير الفريم بتاعه بالجبنه فهداريه خالص. وممكن تخلوه العكس، الوش المحمر زي ده واللف على الابيض عادي جدا، بس الاثنين واحد، يعني انا بالنسبه لي بصراحه بداريهم فمبقاش باين. خلاص اهو، وهنبدا بقى ايه نقفله تمام كده. اوكي هاجي بقى هنا نرول كده ونشوف اي حاجه بقى في الحروف هتصادفنا، مش عايزه احط للاخر، مش عايزاه يطلع لبره. اي حاجه هتقابلنا في الحروف مش مشكله، هنقص الجوانب شغال عادي جدا. هو عبد الرحمن تقريبا راح يجيب ورقه بوسطه يعني صح؟ راح زي امينه راحت تجيب ورقه بوسطه، غابت جدا. وبعدين هعمل كده، خليني بس قبل ما اعمل كده احط شويه من في الالوان. حاجات بقى حلوه كده وشويه زيتون خفيف لطيف. وطبعا هنزين بره مفيش مشكله، ممكن الجبنه نفسها نضيف عليها الزيتون مفروم والشيدر
يعني، بس حاجه بيتي بقى احنا عاملينها بايدينا، فنظيفه جدا، هترمي معانا كويس وتعمل كميه حلوه، ونقدر نحط اتنين فوق بعض والحشو في النص ده، يعني انا اقدر اخد الجزء التاني ده احشي بيه فوق واقطع الجوانب واسويها. هوريكوا ازاي، كنت بقى طريقه جديده غير اللي انا عاملاها اساسا. ونزين من فوق عادي جدا، يعني ممكن احط الطبقتين فوق بعض واقص الجوانب وتتقطع مربعات محشيه وتتجمل من فوق عادي جدا، وتبقى شكل مختلف بنفس العجينه اللي احنا اشتغلنا عليها. خليني اخد برده شويه من الجزر المفروم كده، يبقى فيها حشوات مختلفه جميله، وال شويه من التركي، بس انا فرماهم قوي علشان انا عايزاه يمسك في الجبنه، فتبقى انتوا بس تاخدوا الجبنه كانها متطعمه بالحاجات دي كلها، واسيب شويه للتزيين كده. اوكي دلوقتي بقى هبدا بصوا ما شاء الله يعني يسوي سرورايا عملاقه. هسيبها بس كده شويه، بصوا الجمال كده، ممكن بقى تتحط في الثلاجه شويه، حشو الحادق رائع. وبعدين لما احطها شويه في الثلاجه هقدر، بصوا هنا اهو خلي لكم كده الحشو، تمسك بس الجبنه شويه في الانجريدينتس اللي جوه دي. انتوا عايزين ايه قولوا لي؟ تطلعوا فاصل ونرجع نكمل؟ ها؟ اوكي حبايبي، طيب انا هحطها 5 دقايق في الفريزر في وقت الفاصل، وهطلعها من الفريزر نبدا نشتغل عليها في التقطيع والجارنش اللي من فوق كده، نزينها بشكل لطيف برضو بالكريمه تشيز، بس انا حطيته في جيب الحلواني. هوري لحضراتكم اهو هنا اللي انتوا عايزينه بقى، اعملوا برضو كريمه تشيز مخلوطه مع جبنه كوبايات مع اي حاجه انتوا حابينها، وهنزين من فوق ونحط شويه من الحاجات المفرومه اللي احنا استخدمناها في الحشو. وهستسمح حضراتكم نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل سويس رول الحادق بالحشوات المختلفه بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا بقى انا هنا يعني تقريبا طرعمته حشو جامد جدا، بس انا هسيبه يجمد، هو المفروض يدخل يعني شويه حلوين الفريزر. وهحط بقى تكمله للحركات، ممكن احط هنا شويه من الجزر كمان المفروم، ونبدا بقى نشكل اللي انتوا عايزينه، اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه فيه وقطعوه. وممكن يتعمل طبقات زي ما هو مربع ويتحشي فوق ويتحط الحاجات دي توبنج، يتقطع مربعات صغننه جدا، ممكن يبقوا طبقتين فوق بعض عادي برضو. خليني اخد الجزء ده تشيدر مثلا، فاللي يعجب حضراتكم بقى يعني، دي حاجه ترجع لكم. انا هدخله تاني لازم يمسك شويه وبعدين يتقطع بشكل حلو، ونجيبه بقى نكمل بيه الشكل اللي احنا عاملينه. خلاص احنا النهارده عملنا رسيس رول الحادق، عملناه بالسبونج الجاهز، وقلنا حطينا عليه بس البيض والميه والمعلقه الخل والملح والفلفل والزعتر، وظبطنا دنيتنا. عايز اقول لكم جربوه هيعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوه ابدا، لانه من الحاجات الحلوه. احشوا بقى تونه بقى، احشوا جمبري، احشوا فواكه بحر براحتكم بقى.